انت؟ ايه مزبوط. لاكشمي، مين قالك انه ريشي بيحبك انت؟ هو قال لي. عن جد؟ وريشي كمان هو نفسه اللي كان عم يقول انه بيحبها لماليشكا؟ هو قال لك؟ فيك تقولي لي اذا كان هو فعلا بيحبك ولا بيحبها لماليشكا؟ لاكشمي، دائما بتاخدي بنصيحتي، انا صوت عقلك، لهيك لازم تسمعيني. ريشي وماليشكا اثنيناتهم رح يتزوجوا، وبتعرفي شو طبيعة ارتباطهم اللي كان يجمعهم لسنين طويلة؟ المحبة. اثنيناتهم كانوا بيحبوا بعض، كانوا على وشك يتزوجوا، هلأ كمان هنن هيك. وانت يلي تزوجتي ريشي واجيتي لهون على البيت، وهلأ زواجك انتهى، ما عاد موجود وانتهى كل شيء. انت بقيتي بهذا البيت بس لأنه ريشي هو اللي تحمل هالمسؤولية، ولو ما كنتي هون ريشي كان تزوج ماليشكا من زمان. لهيك لا تفرحي كتير لما تتذكري ريشي وحبه. ريشي عايش بوهم لاكشمي ومشوش كتير، هو دائماً هيك. وصح، أهم شغلة، ما بتفرق إذا كان ريشي عن جد بيحبك أو ما بيحبك لاكشمي، الشي المهم هلأ إنه ريشي وماليشكا رح يتزوجوا هنن اتنين، وهذا الصح لاكشمي. تذكري منيح اليوم اللي افترقتي فيه أنت وريشي، تذكري منيح اليوم اللي اتطلقتي فيه من ريشي، اتذكريهم. وبعد كل شي انتي مريتي فيه، كيف قدرتي تفرحي باعتراف ريشي لاكشمي؟ مانك غلطانة؟ كمان بتعرفي انه ماليشكا بتحبه، وانه هو حلمة، حلمة انه هي تتزوجه لريشي، تتمنى هالشي. تتذكري شو قالت لها للعمة نيلام هديك المرة؟ ماليشكا؟ ماليشكا؟ عمتي، انتي امتى اجيتي؟ من وقت ما كنتي صافنة، بشو مشغولة؟ عندي حلم واحد عمتي، ما في شي شاغلني غيره. ريشي؟ حلمي اتزوج ريشي وصير كنتك وبنت هاي العائلة كمان، حلمي اني صير ام ولاده لابني. هذا كان حلمة لماليشكا، حلمة تصير مرته لريشي، تصير ام ابنه. بس ليش عم توقفي بطريقهم لاكشمي؟ انت دائما بتاخدي بنصيحتي، تسمعي الصوت اللي بعقلك، لهيك اسمعي مني هالمرة. ريشي هلأ عم يتوهم إنه هو بيحبك أنتي، بس مو أكتر من هيك. ولسه اسمعي كمان، لا توقفي بطريق ريشي وماليشكا، هدول اتنين المفروض يتزوجوا، هذا المزبوط ولازم يصير. أنتي كان بدك العدالة لماليشكا، وكرمال هيك أنتي طلقتي من ريشي، لهيك لازم تفكري مشان نحقق العدالة لماليشكا، وهذا الصح. ريشي وماليشكا لازم يتزوجوا، عم تفهمي علي؟ هالشي صحيح، ما رح نوقف بطريق حدا، وهذا اللي لازم يصير. وهلأ بتعرفي شو لازم تعملي؟ بعرف. أنا متحمسة لاكشمي، أنتي أخدتي بنصيحتي وسمعتي مني، بس بتعرفي لازم تضلي مبسوطة وعم تبتسمي، وما يهمك شي لو شو ما صار، لازم تضحكي، لا تتضايقي. ورح ضل مبسوطة، ورح أضل عم أضحك. توعديني بهالشي؟ بوعدك. طيب على القليلة بتسمي لما تقولي الوعد. ليش لا أسمع من أيوش؟ إذا المسؤول عني عرف رح أخسر مكانتي واحترامي، رح أنسى أيوش وما رح فكر بشي تاني، رح أعطيهم التاريخ المناسب. عمتي لو سمحتي صار لازم تتصلي بالمسؤول عنه. الكل قاعدين هون، خليني هلأ أخبر الكل عن مشاعري أني أنا بحبها للاكشمي. ريشي منيح أنك إجيت، الحكيم رح يعطينا موعد لعرسنا، متحمسة كتير. بس ليك على هالحكيم خرب لي مزاجي لأنه طول كتير. ماليشكا بدي أحكي معك.
ايه قول. وكمان مع الكل. ريشي مانو بغرفته؟ يعني معقول يكون نزل مشان يخبر الكل؟ يلي بدي أقوله مهم كتير، لهيك بدي منكم تسمعوني كلكم وتفهموا وجهة نظري بشكل منيح. وشو هالحكي ريشي؟ الحكيم هون مشان يحدد موعد لعرسك أنت ومليشكا، شو في؟ لو سمحت وقف. ريشي؟ ليش لا يوقف الحكيم؟ وشو الموضوع اللي شايفه أهم من تحديد تاريخ زواجك أنت ومليشكا؟ ماما اللي بدي قلك يا مهم. طيب قولوا يلا، شو ناطر؟ الحكيم بده يحدد موعد، احكي بسرعة يلا. مليشكا يلي بدي أقوله هو هي الشغلة. إنه أنا بحبها للاكشمي. عفواً ممكن ترجع تعيد؟ سمعتيني مليشكا، سمعتي كلامي منيح، أنا بحبها للاكشمي. سكوت! بس سكوت، اوعك تعيد هالكلام. أنت ما بتحبها للاكشمي أبداً، أنت بتحبني أنا يلي بتحبها أنت واقفة قدامك هلأ ريشي. واسمي مالو لاكشمي، اسمي ماليشكا، وأنت بتحبها لماليشكا فهمان؟ ومو من اليوم بتحبني من زمان، ورح تضل تحبني لآخر يوم بالعمر. شو هالحكي هاد ريشي؟ شو صار لك أنت؟ فقدت عقلك؟ معقول لاكشمي مأثر عليك كل هالقد؟ معقول كلامك ريشي؟ شو هالجرأة اللي عندك آه؟ معقول اللي قلته؟ مين مفكر حالك؟ وشو هالمزح؟ تعال شوف، الحكيم عم يدور على تاريخ مناسب لزواجك من ماليشكا، وهلأ أنت جاية جاية تقول إنك بتحبها للاكشمي؟ لكن ليش عطيتها وعد لماليشكا؟ ليش طورت علاقتك فيها بالأساس؟ عم تخونها لماليشكا؟ لا ريشي، أنا ما رح خلي هالشي يصير. وانت ما بتحبها للاكشمي ابدا، اكيد عم تعمل مؤامره لتخدعك. واذا لسه بتقول هالحكي رح اقلعك برا البيت، عم تفهم كلامي؟